السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد ممتاز بالليل الكامل. إن شاء الله نرى كامل كلامنا في ماجيك ريتنج سيستم. نبدأ بسم الله، هنتكلم على السينكرونايزيشن، سواء سينكرونس أو أسينكرونس. طبعا حضرتك اتكلمنا على إيه؟ اتكلمنا على الحوار بتاع الدايركت مسج وإن دايركت مسج. طبعا هنتكلم في كل ده أصلا على اللي هو المسج باسنج، تمام؟ فنتكلم نبدأ بسم الله. بيقول لك التواصل عندي بين العمليات اصلا بيبقى بيتم عن طريق الحوار بتاع سند وريسيف. طبعا ده كان المره اللي فاتت، اللي هو الحوار اللوجيكال. قلنا الفيزيكال مش هندرسه، لكن اللوجيكال هو هندرسه. طب اللوجيكال بيتم بالاوبريشن بتاعت السند وريسيف، فاحنا كلنا نعمله ان احنا نغير في البريمتيفز بتاع السند وريسيف دي. بيقول لك عندي هنا في طرق مختلفه، في اوبشنز مختلفه لتصميم الحاجات دي، تمام؟ عشان تنفذ ايه اتش بريمتيف، تمام؟ بيقول لك والله في المسج باسنج الحوار بتاعي اما يبقى بلوكينج او نون بلوكينج. بلوكينج اللي هو معناه ايه؟ يسم بلوكينج معناها سينكرونس، ونون بلوكينج معناها اسينكرونس. بلوكينج اللي هي المتزامنه، انا دلوقتي عندي واحد بيبعت واحد بيستقبل، واحد بيبعت واحد بيستقبل، تمام؟ طول ما في رساله بتبعت من هنا لهنا المفروض ده معمول بلوك، ما يعرفش يبعت حاجه لما رسالته توصل، فاهم؟ يعني مش هيفضل يبعت وخلاص، لا، يعني متزامنه، يعني يبعت رساله توصل يبعت اللي بعدها يبعت اللي بعدها كده. ده بالنسبه ايه للحوار البلوكينج اللي هو بتاع الراجل اللي بيبعت. طب البلوك بتاع الراجل اللي بيستقبل ده المفروض يحصل بلوك امتى؟ طول ما الرساله لسه ما اصبحتش افيلبل عنده المفروض ان هو عامله بلوك وواقف مش شغال، تمام؟ فده برضو بيقول لك هنا البلوكينج اللي هو بيعتبر سينكرونس. بيقول لك فعلا بلوكينج سند وبلوكينج ريسيف. السند بيعمله بلوكينج امتى؟ لما الراجل اللي بيبعت اللي هو سندر بروسيس يعني بيحصل له بلوك لحد ما الرساله بتاعته ما توصل للراجل اللي بيستقبل او الميل بوكس زي ما اتفقنا المحاضره اللي فاتت، تمام؟ طب البلوكينج ريسيف هيحصل له بلوك امتى؟ هيحصل له بلوك طالما الرساله ما اصبحتش افيلبل عنده. طول ما الرساله ما اصبحتش افيلبل فهو عامل له بلوك، يبقى ريسيفر از بلوكد انتل لحد يعني ما المسج تصبح افيلبل، تمام؟ ده بالنسبه لمين؟ للسينكرونس. طب الاسينكرونس بقول لك والله برضه في عندك اثنين اللي هو النون بلوكينج معناها اسينكرونس، يعني في عندك نون بلوكينج سنت ونون بلوكينج ريسيف. نون بلوكينج سنت الراجل اللي بيبعت سندر ريسيف سندر بروسيس بيبعت المسج بتاعته وبيفضل يستمر، بقى هنا مفيش بلوك، بيفضل شغال شغال شغال، تمام؟ فهو بالنسبه له مش متزامنه، هو بيبعت رساله يعني ما توصل، لا رساله طلعت ابعت اللي بعدها ابعت اللي بعدها ابعت اللي بعدها كده، اللي هو بيفضل كونتينيو كونتينيو، تمام؟ لكن النون بلوكينج ريسيف ريسيفر اللي هو ذا ريسيفر ريسيفز اللي هو الراجل بيستقبل، يعني بيستقبل رساله افرج بيستقبل رسائل او انال مسج انال مسج، يعني ما حصلوش بلوك اصلا يعني كمان، تمام؟ لان هنا مفيش بلوك فهي نون بلوكينج اصلا، تمام؟ فهو الراجل الريسيفر ده اللي هو بيستقبل سواء بالرسائل فيلابل سواء النال مسج اي حاجه بيستقبلها، تمام؟ هو شغال على طول ما فيش عنده حاجه اسمها بلوك، تمام؟ بقول لك في عندنا ايه، في تفاعلات مختلفه ديفرنت كومبينيشن اوف سند اند ريسيف ار بوسيبل. في تفاعلات مختلفه بين السند والريسيف محتمله، تمام؟ بقول لك لو الاثنين اللي هو الراجل بيبعت واللي بيستقبل معمول لهم بلوكينج، تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ بقول لك في الحاله دي بقى عندنا حاجه اسمها رينديزفو دي معناها متزامنه، بس بيدخلوا في زون اسمها زون التزامن، تمام؟ بين مين ومين؟ بين السندر والريسيفر. بقول لك لو الاثنين عشان تقدر تسرع في الامتحان، لو السندر والريسيفر حصل لهم بلوكينج الاثنين معمول لهم بلوكينج في نفس الوقت، فدي مرحله اسمها مرحله ايه؟ تزامن، تمام؟ بين مين؟ بين السندر والريسيفر. تقول ازاي؟ انا دلوقتي بقول لك مثلا معايا الراجل بيبعت اهو، دي العمليه بتبعت ودي العمليه بتستقبل. دي بعت الرساله والرساله دي لسه في اللينك بتاعي، ما لسه بتبعت في الطريق، فده بيحصل له هتحصل له بلوكينج لان الرساله اتبعت. طب ده هيحصل له بلوكينج ليه؟ لان الرساله ما اصبحتش لسه افيلابل، فهم الاثنين كده بلوكينج والرساله لسه في النص، فده كده بيعمل بيدخل في مرحله اسمها مرحله التزامن اللي اسمها رينديزفو، تمام؟ رينديزفو من مين؟ بين السندر والريسيفر. نكمل، بقول لك والله في عندنا هنا بقى كذا علاقه، في عندنا علاقه بين البروديوسر والكونسيومر هناخدها دلوقتي، وفي لسه علاقه قدام هناخدها بين مين ومين؟ بين الكلاينت والسيرفر، تمام؟ هنبدا البروديوسر والكونسيومر. البروديوسر هو المنتج والكونسيومر اللي هو المستهلك. من اسمها بروديوسر المنتج يعني الراجل اللي هيبعت السندر، الكونسيومر المستهلك يبقى الراجل اللي هيستقبل ريسيفر، تمام؟ بيقول لك الحل بتاعنا تو بروديوسر كونسيومر بروبلم بيصبح امتى بقى؟ بيصطدم بلوكينج سند، تمام؟ اند بلوكينج ريسيف ستيتمنت، يعني في الحل بتاعت البروديوسر وكونسيومر بينصدم حاجتين، البلوكينج سند والبلوكينج ريسيف اللي هو لسه كان يعني في الحاله بتاعت مين؟ في البلوكينج، تمام؟ اللي فوق ايه؟ احنا بنستخدم الاثنين دول في العلاقه بتاعت البروديوسر والكونسيومر. البروديوسر بيقول لك ميرلي انفوكس ذا بلوكينج سيند كول اند ويتس انتل ذا مسج از ديليفرد ايذر ذا ريسيف اور ذا ميل بوكس. بيقول لك والله البروديوسر الراجل هو المنتج ده بيحصل له بلوكينج، يعني بيعمل بلوكينج لحد ما الرساله بتاعته توصل سواء للريسيفر او الميل بوكس. خدناها فوق في العلاقه بتاعت البلوكينج عادي جدا. طب الكونسيومر بينفذ امتى بلوكينج ريسيف؟ لما الرساله بتاعته ما اصبحتش افيلابل، تمام؟ يبقى ات بلوكس انتل ذا مسج از افيلابل. وده الكود بتاعهم. ده بيقول لك هنا مثلا البروديوسر طبعا بيعرف متغير اسمه نيكست بروديوسد من نوع مسج، طالما بيقول لك طالما ان هو ترو ان هو اصلا شغال باستمرار، يعني هو شغال باستمرار، ابعت نيكست برودكت، يعني عملت رساله جديده يبقى نيكست بروديوس تبعت، اللي هو بالنسبه لنا المسج الجديده يعني، تمام؟ فتبعت على طول. طب الكونسيومر بيقول لك طالما ترو فيستقبل نيكست كونسيومد، تمام؟ اللي هو البروديوسر بيبعت والكونسيومر بيستقبل. البروديوسر هو الراجل اللي سندر، والكونسيومر هو الراجل مين؟ اللي هو ريسيفر، تمام؟ كده اتكلمنا مين؟ على السينكرونس. طبعا النهارده اتكلمنا على الدايركت وان دايركت، وهنا اتكلمنا على اللي هي اسمها لو تفكر كان اسمها نيمد، وهنا اتكلمنا على السينكرونايزيشن. فاضل اخر حاجه البفرنج. تعالى نتكلم على البفرنج.
بيقول لك كيو اوف مسج اتاتش تو ذا لينك، بيقول لك عندنا طابور من الرسائل بيبقى موجود في اللينك بتاعي، في الخط بتاعي او في السلك بتاعي، تمام، اللي هو كيو من الرسائل، اللي هو الرسائل بالترتيب، بس تقعد الاولى تبقى الاولى، الثانيه تبقى الثانيه بعدها، الثالثه تبقى الثالثه بعدها، الرابعه تبقى الرابعه، كده اللي هو طابور كده. بيقول لك وذر كوميونيكيشن از دايركت اور ان دايركت، اللي بيقول لك في حاله التواصل بتاعي سواء دايركت او ان دايركت زي ما المحاضره اللي فاتت، الرسالة عندي اكستشينج باي كوميونيكيت باي كوميونيكيتنج بروسيس ريزايد ان اتيمبوري كيو، سواء دايركت او اندايركت الرسائل بتاعتي بتتبدل، يعني بتتبادل او او بتتنفذ يعني في هيئه عمليات معموله فين، في كيو مؤقت بعد وقت الرسائل، فالرسائل بتاعتك دي بتخش في كيو لحد ما يتنفذ، فهو اسمه تمبرري كيو، اللي هو ايه، طابور مؤقت يعني، اول هتنفذ خلاص الطابور بتاعك اختفى، تمام، في تخش طابور مؤقت كده لحد ما يجي دور عليها تنفذ فيها. بقول لك والله الكيو بالنسبه لنا في ثلاث طرق، في زيرو كاباسيتي، اللي هو زيرو كاباسيتي معناه ايه؟ معناه انه ما بيسالش غير رساله واحده، ما فيش مساحه اصلا، فالرساله بتجي له ويبعتها، ما فيش يعني طريقه تخزين. الباوندد كاباسيتي، لا ده ليه مساحه معينه، ليه فاينايت لينس. طب ثالث حاجه انباوندد كاباسيتي، ده يا باشا ابعت براحتك، الراجل السندر يبعت براحته، ما فيش حاجه تاثر، ماشي؟ تعالى نعرف الفرق بينهم دلوقتي. الزيرو كاباسيتي بيقول لك نو مسج ار كيود اون ذا لينك، ما فيش يعني ما فيش اي مسج هتتخزن في الطابور على اللينك، ما تحطش في كيو، تمام، لازم الراجل السندر ده بينتظر لحد ما الريسيفر ما يستقبل، اللي هي المرحله بتاعت اسمها ايه، بالريندز بول لو فاكر، يعني السندر ما يعرفش يبعت رسالتين، لا بيبعت رساله واحده وتستنى لما الريسيفر بيستقبلها وبعد كده يبعت اللي بعدها. ليه؟ لان الراجل اللي بيبعت اللي هو السندر ده، احنا بنتكلم على الكاباسيتي اللي هي المخزن بتاعه، كيو بتاعه، المخزن بتاعه، انا دلوقتي في سندر هنا بيبعت رسائل، تمام، وفي ريسيفر بيستقبل. الزيرو كاباسيتي معناه ان المخزن بتاعي ده يعني مفيش مساحه، فالراجل اللي بيبعت مش هيعرف يخزن حاجه هنا، فيضطر يبعت كله على طول، تمام. فدي الحاله بتاعتها. بقول لك طبعا الماكسيمم لينس اوف زيرو، يعني هو اصلا اللينس بتاعه او المخزن بتاعك ده اللي هو الكيو بتاعتك دي زيرو، فما ينفعش تخزن في حاجه. بقول لك لذلك اللينك كانت هاف اني مسج ويتنج ان ات، ما ينفعش نخزن اي رساله فيه. في الحاله دي السندر لازم ان هو يحصل له بلوك لحد ما الريسيفر ما يستقبل الرساله بتاعته. طب الباوند الكباسي دي والله ده معناه ان ليه مساحه معينه، فاينايت لينس اوف ان مسج، تمام، لازم السندر بيبعت الرساله بتاعته وطالما اصبح فل هيحصل له بلوك، تمام، سندر ماست ويت اف لينك از فل، لو اللينك بتاعي اصبح فل فالسندر بيحصل له ايه، هينتظر ويت اللي هي بلوك يعني. طب لو الكيو بتاعي مش فول لسه ما اتملاش، فالراجل السندر ابعت براحتك، تمام. بقول لك الكيو بتاعي لو ازنت فول وين ا نيو مسج از سنت ذا مسج از بليسد ان ذا كيو سندر كان كونتينيو اكسكيوشن ويزاوت ويتنج، تمام، طالما ما اصبحتش لسه فول فالسندر يبعت براحتك لحد ما يتملي، تمام، فيفضل يستمر عادي. طب بمجرد ما اصبح فول خلاص السندر يحصل له ايه، يحصل له بلوك لحد ما في مساحه تتفضى، لحد ما الراجل الريسيفر ياخد منه شويه فيتفضى فيروح لمكانه. دي الفكره بتاعت الزيرو والباوندد اللي هو المساحه المخزنه، يعني ليه مساحه معينه، باوندد يعني ليه بدايه ونهايه. طب الان باوندد، لا دي معناها ان انت بتقول ايه، معاك مساحه يا باشا ما لا نهايه، ابعت براحتك، فدي معناها ان هي انفاينايت لينس، فسندر ما ينتظرش خالص، سندر طول ما بيبعت رسائل ابعت يا باشا براحتك وما تقفش خالص، تمام. عشان كده بقول لك هنا سندر نيفر بلوكس، ما بيحصلوش بلوك ابدا، ما بينتظرش خالص، تمام. الكيو لينس از بوتنشلي انفاينايت، هنا طبعا انفاينايت يعني ما لا نهايه، لذلك نمبر اوف مسج كان ويت ان ات، اي عدد من الرسائل ممكن ينتظر عادي جدا، تمام، وراجل السندر بيبعت عادي. بقول لك في الحاله بتاع زيرو كاباسيتي دي معناها ان اصلا ما فيش مخزن، نون بافرنج، نو بافرنج، ما فيش تخزين. طب الباوندد والانباوندد، لا هنا في تخزين وفي اسمه اوتوماتيك بافرنج، تمام، ان خلاص انت بتخزن في رسائل بتتخزن لحد ما يجي الدور عليها وتتبعت، اللي هو الكيو بتاعنا، تمام. فالحالتين دول اسمه ايه، اسمه اوتوماتيك بافرنج، تمام. نكمل كده، خلصنا الحوارات اللي بتاعت مين، بتاعت اللوجيكال لو فاكر معايا، في المسج باسنج، وخلاص عرفناهم الثلاثه، سواء نيمينج سواء سينكرونس سواء الحاله الثالثه اللي احنا سويناها بفرنج، تمام. وكلمنا على النيمينج اللي هي الدايركت وان دايركت، وكلمنا على اللي بعدها سينكرونس، قلنا في سينكرونس واسينكرونس اللي هي بلوكينج ونون بلوكينج، وخدنا الامثال عليهم البروديوسر كونسيومر، وخدنا بعد كده اللي هو الحوار بتاع البفرنج، قلنا لو الحوار بتاع البفرنج في زيرو كاباسيتي، في باوندد كاباسيتي، في انباوندد كاباسيتي، تمام. ناخد بقى شويه امثله على الاي بي سي اللي هو انتر بروسيس كوميونيكيشن. اول حاجه اسمها بيبس، بيبس معناها ايه اصلا، ده اللي هو انبوبه اصلا، لو تعرف الانابيب، انابيب زي كده، انابيب بتاع الارسال، تمام. دي كده بالنسبه لنا هي زي ده اول مثال على الانتر بروسيس كوميونيكيشن. نبدا بسم الله، بيقول لك والله البيب بتاعتنا دي بتتصرف كانها قناه بتسمح ان في عمليتين يتواصلوا مع بعض، هي قناه كانها حاجه قناه في النص كده، تمام. MIPS were on the first IPC mechanism is early Unix system. بقول لك والله ان بالنسبه للبيبس دي كان تم استخدامها زمان جدا في انظمه اليونكس البدائيه، تمام تمام. بقول لك في التنفيذ بتاع البيب بتاعتنا في اربع قضايا او اربع مسائل لازم نناقشهم. اول حاجه، هل البيب بتاعتنا دي، هل القناه بتاعتنا دي باتجاه واحد ولا باتجاهين، يونو دايركشن ولا باي دايركشن، هل ينفع ابعت واستقبل ولا هي البيب بتبقى بس بتبعت بس او تستقبل بس، يعني في اتجاه واحد، تمام. في حاله لو هي اتنين، لو هي اتنين باي دايركشن، هل هي هاف دوبلكس ولا فول دوبلكس، بتجمع مثلا فاتك النوت في نتورك، الحوار بتاع الهاف دوبلكس وفول دوبلكس. هاف دوبلكس يعني واحده، يعني مثلا في عمليتين شغالين بيتواصلوا مع بعض وفي اللي هو القناه فين في النص اللي بتاعتنا دي، هي لو هي باي دايركشن يعني ينفع تبعت وتستقبل، هل ينفع ابعت واستقبل في نفس الوقت ولا هبعت وبعد كده استقبل،
فده اللي حصل الهاف دوبلكس والفلوت دوبلكس. الهاف معناه بيحصل عمليه في وقت يعني الوقت الحالي بيحصل عمليه واحده وبعد كده يبقى مثلا عمليه ثانيه تمام. اما الفلوت دوبلكس ينفع يبعت ويسبل في نفس الوقت. طب تقول لي زي ايه؟ هقول لك مثلا زي مثلا رسائل الواتساب، انت بتقدر تبعت وتسال في نفس الوقت، انت مثلا بتكلمني فتبعت لي رساله وانا اقدر ابعت لك رساله في نفس الوقت، فاهم؟ اللي هو القناه شغاله في اتجاهين. طب مثلا الريموت مثلا والتلفزيون، او الريموت مثلا الريموت والاسمه ايه؟ والريسيفر تمام؟ انت دلوقتي الريسيفر هل ينفع الريسيفر يعمل اشاره ولا بيستقبل اتجاه واحد بس؟ في اتجاه واحد بس. فدي نفس الفكره اللي هو انت هل ينفع انت في وقت معين هل ينفع تنفع وتسال في نفس الوقت ولا تبعت وتنتظر شويه وتستقبل؟ يعني امر واحد في نفس الوقت. عشان اكون معاك الحوار على الهوف دوبلكس والفول دوبلكس. هاف يعني عمليه في وقت واحد، فول دوبلكس يعني اكتر من عمليه في نفس الوقت. ماشي باختصار يعني بقول لك هل في بقى ده تاني سؤال خدناه بتاع في حاله التويتر كوميونيكيشن تمام. تاني سؤال بيقول لك ايه، هل في علاقات يعني هل في ريليشن شيب، هل في علاقه اللي هي بتاع البيرنت والتشايلد، هل في مثلا علاقه زي كده ولا مفيش تمام. طب لو في ولا مفيش هنقعد نعرف الحاجه بتاعتهم تمام. طب ايه رابع ايشو معانا، هل البيب بتاعتنا دي بتتواصل عبر النيتورك؟ يعني مثلا هل مثلا انا عندي مثلا بيب بين العمليتين دول وفي مثلا بيب بين عمليتين تانيين، هل البيبس بتاعتنا دي اللي هو الخطوط بتاعتنا دي البيب بتاعتنا دي ينفع يتواصلوا عن طريق النيتورك ولا ما ينفعش؟ تمام. اوفر نيتورك اور ماست ذا كوميونيكيتد بروسيس ريسايد اون ذا سيم ماشين، ولا لازم يبقى عندي العمليتين دول على نفس الماشين؟ يعني فاهم يعني بص انا عندي مثلا بيب زي كده، العمليتين دول على نفس الجهاز، البروسيس دول على نفس الجهاز، هل ممكن تخلي العمليه دي تتواصل مع عمليه تانية على جهاز تاني عن طريق النيتورك؟ يعني هل البيب بتاعتنا لازم يبقى نفس الجهاز ولا ممكن تخلي عمليتين يتواصلوا عن طريق النيتورك يبقى عمليتين على جهازين مختلفين؟ تمام. فدي فكره بتاع رابع قضيه معانا. بقول لك والله في عندي نوعين من البيب بتاعتنا تمام، والنوعين دول بيتم استخدامهم في اليونكس وانظمه الويندوز تمام. اول نوع اسمه اورديناري بيب اللي هو الانظمه العاديه، والثاني نوع اسمه نيمد بيب تمام. ايه الفرق بينهم؟ الاورديناري بيب بيقول لك ايه، بيقول لك ما ينفعش تاكسسه من خارج العمليه بتاعتك، يعني هو معمول عشان يوصل بين العمليتين خلاص، ما تعرفش توصله من بره من عمليه ثالثه، يعني ما فيش عمليه تقدر توصله تاني خلاص، هو العمليتين دول يبقى بتاعهم هم بس تمام. طب ازاي؟ بيقول لك في البيرنت بروسيس كريت ا بيب اند يوز ات تو كوميونيكيت ويز ا تشايلد بروسيس. بيقول لك انا عندي مثلا عمليات اللي هي طبعا اتفقنا في بيرنت بروسيس وفي تشايلد بروسيس، البيرنت ده بيعمل قناه عشان يتواصل مع ابنه بس، ما ينفعش حد ياكسسها غيرهم تمام. طب النيم بيب بيقول لك دي ممكن تاكسسها بدون علاقه البيرنت وتشايلد ريليشن شيب اصلا تمام. انا مثلا دلوقتي في عمليتين دول بيوصلوا مع بعض، في عمليه ثالثه مالهاش علاقه بيهم، مش يعني مش داخله معاهم في ريليشن شيب بتاع البيرنت والتشايلد، تقدر تاكسسه عادي تمام. تعالى نعرفها بالتفصيل. في الاوردينري بيب عندك هنا اللي بيسمح بالاتصال، عندك في ستاندرد بروديوسر كونسيومر ستايل اللي هو زي العلاقه بتاعت بروديوسر وكونسيومر، راجل بينتج وراجل بيستهلك تمام. البروديوسر ده بيبعت يعني رايت، بيبعت رساله وان اوف اند يعني في طرف يعني في طرف النهايه بتاعت البيب تمام، اللي هو وان اند اللي هو النهايه اللي من هنا. طب الكونسيومر بيستقبل من النهايه اللي هنا تمام، اللي هي ريد اند ودي رايت اند تمام. هنا بقول لك ايه في الاوردينري بيب، بقول لك ده عشان كده اسمه يوني دايركشنال تمام، اتجاه واحد، اتجاه واحد بيسمع عندي بي وان واي كوميونيكيشن، واحد بيبعت والتاني بيستقبل، ما ينفعش اتنين يبعتوا او اتنين يستقبلوا تمام. يبقى انا عندي بالنسبه لي الاورديناري بيب اللي هو النظام البدائي ده او النظام البيب العاديه ده يوني دايركشن تمام. بقول لك لو عايز بقى تبعت وتستقبل في نفس الوقت هتضطر تستخدم اتنين بيب، واحد هنا هيبعت من الطريق ده والتاني هيبعت عن طريق ده تمام. لو عايز تتواصل بين عمليتين يعني بنظمة اللي هي بتاعت ايه اورديناري بيب تمام. خلاص كده عرفنا الفرق بين ده. لكن مثلا عندنا البيرنت والتشايلد هنا عمل قناتين، شايف عمل بيب اولانيه وعمل بيب تانيه ليه؟ قال لك هنا الاف 0 ده اهو، شايف الاف 0 هو اللي بيستقبل، هتلاقي هنا بيستقبل وهتلاقي هنا بيستقبل، لكن الاف 1 هو اللي بيبعت اهو، وهنا الاف 1 هو اللي بيبعت اهو تمام. يعني هنا البيب الاولانيه اتجاهها كده، طب البيب التانيه اتجاهها كده ليه؟ عشان دي اورديناري بيب يعني هي يوني دايركشن، فلو عايز ابعت واستقبل يبقى لازم استخدم اثنين. عشان يقول لك الاف اوف 0 دي ريد، اما الاف اوف 1 دي رايت تمام. ريد معناها تستقبل، رايت معناها بتكتب او اللي هي معناها بتبعت يعني سند تمام. اوردينري بيب اون ويندوز ار تيرميد انونيمس بيب. الاوردينري بيب اسمها يعني في انظمه الويندوز اسمها انونيمس بيب اللي هي بيب مجهوله، انا بيب مجهوله تمام، انونيمس بيب. ان دي بيهيف بيتصرفوا نفس التصرف اللي بيتصرفوه في الويندوز بيتصرفوه في اليونكس، هو نفس التصرف، وهي كده ايه يوني دايركشنال، وبيتنفذ العلاقه بتاعه البيرنت والتشيلد ريليشن شيب اللي هو الاب يبعت لابنه، ما ينفعش يعني هي بتبقى في خط واحد بس تمام، بتوين كوميونيكيتنج بروسيس تمام. طب ايه بقى النيمد بيب دي؟ خلاص عرفنا الاولانيه كانت بتبعت في اتجاه واحد ودي كده في اتجاهين يعني عكسها تمام. فانا بقول لك النيمد بيب مور باورفول يعني احسن وافضل من الاوردينري بيب. ليه؟ لانها بقول لك ايه الاتجاه الاتصال عندنا باي دايركشنال، يعني تقدر تبعت وتستقبل في نفس الوقت، يعني انا صار أم واحده مثلا اعتبر ان هي كبيره زي كده بتبعت وتستقبل في نفس الوقت، يعني اتجاه هنا واتجاه هنا عادي جدا، مش هصادم امبتين، لا دي انبوبه واحده عشان مثلا ما حدش يتوه معايا، دي انبوبه واحده تمام. هنا ما فيش علاقه بقى اسمها بيرنت وتشايلد، بيرنت وتشايلد كانت موجوده في العلاقات القديمه اللي هو كانت موجوده في الاوردينري بيب،
تمام. هنا مش مطلوب مننا اللي هي نو بيرنت تشايلد ريليشن شيب نيسيسري بتوين كوميونيكيشن بروسيسنج تمام. مجرد ما انت عملت النيم دي بيب دي سيفرال بروسيس عمليات مختلفه كان يوز نيم دي بيب فور كوميونيكيشن. يعني في عندي عمليات بروسيس مختلفه تقدر تعمل ايه تقدر تستخدمه تمام كان يوز ات تمام. بقولك في اليونكس والويندوز بيدعموا عندي النيم دي بيب برضه. يعني انا افتكر كمان بيدعموا الاثنين برضه, كانوا بيدعموا الحوار بتاع اليونيدايركشنال اللي هو كان بيتعمل بتاع الاوردين بيب تمام. لكن هنا في اختلاف, هيبقى في اختلاف بين الويندوز واليونكس تمام. اولزو ذا ديتيلز اوف امبلمنتيشن ديفر جريتلي, يعني في اختلاف بقى في الطريقه بتاعه التنفيذ, لكن هما الاثنين موجودين بس يختلف طريقه التنفيذ. لكن هنا الاثنين زي بعض, عشان لو سافر الامتحان في الاوردين بيب كانوا زي بعض, لكن في النيم دي بيب موجودين بس طريقه التنفيذ بتختلف من واحد للتاني تمام. البيبس ان براكتس بقى في الحاله العمليه بتاعتنا بقى, البيبس بيتم استخدامها في اليونكس كوماند لاين. لو تفتكر مثلا, عارف انت اللي انت بتصرف في المعمل اللي بتصرف في العملي معنا اللي هو الاوامر, لو بنستخدمها على نظام بتاع الاوبنتو ده. المهم هنا هناخد شويه امثله عليه تمام عشان بس نركز معايا. بيقول لك ايه في اليونكس كوماند لاين انفايرمنت فور ذا انستتيوشن ان ويتش اوتبوت وان كوماند سيرفيس از انبوت وان اذر. يعني بنستخدم كوماند مثلا عشان تطلع منه مثلا اوتبوت, الاوتبوت بالنسبه لنا ده هيبقى انبوت لعمليه ثانيه تمام. دي اللي عايز اقوله لك. بيقول لك على سبيل المثال مثلا في نظام يونكس, لما تكتب مثلا ال اس, عارف انت ال اس لما تكتبها مثلا في النظام بتاع الابونتو بيقول لك ايه, بيقول لك الليست انت واقف فيها, يعني بيقول لك ايه الملفات الموجوده في عندك في المكان انت واقف فيه لو استخدمته في العمل وكده. مثلا ال اس بيقول لك اللي هي القوائم او الليست الدايركتوريز موجوده قدامك. طب لو جيت بعد كده كتبت الليس, الليست دي بتعمل ايه, بتاخد الملفات اللي ظهرت لك دي بتعرضهم لك واحد واحد, يعني مش كلهم مع بعض لا, بيعرض لك واحد واحد. يبقى انا الاوتبوت اللي جاي من ال اس ودخل في الليست ده نفسها عرضهم لي, بيقول لك display only one screen of output at time. على سبيل المثال بقول لك ايه, بقول لك مثلا في البيب بتاعتنا عشان نعمل بقى بيب بين ال اس والليس. يعني بص عشان باختصار, ال اس ده لما بتستدعي عندك في النظام بتاعك بيقول لك والله انت ملف ان عندك ايه مثلا, عندك ملف اسمه احمد وعندك ملف اسمه محمد وملف اسمه علي مثلا تمام. طب لو رحت قلت له ليس ورحت مدخله دول كانهم انبوت للليس ده, اللي هيطلع لي هقول لك والله ده احمد ماشي, بس عايز تبدل مثلا دوس على السهم مثلا يمين فيروح بعد كده يعرض لك ايه محمد, يعني الشاشه تعرض لك واحد بس منهم, بعد كده يعرض لك ايه علي تمام. هنا عرضهم لك كلهم مع بعض, هنا عرض لك كل واحد في نفس الوقت تمام. كل واحد لوحده. بقولك setting up bit between list and list command, list and list command يعني which are running is individual process. كل واحد منهم بتنفذ كأنها عملية لوحدها. انت لما تكتب مثلا ال list دي لوحدها كأنها عملية, وال list دي لوحدها عملية تمام. بتسمح الاوتبوت بتاع ال list الاوتبوت ده كأنه يدخل كانبوت لمين, لل list ماشي, ال list ودي list ماشي. enables the user display a large directional listening screen at time. ده بقى الامر بتاعنا الاخير بقى, يبقى شكله كده. يعني بدل ما تروح تقول له ال اس ويعرض لك دول بعد كده تقول له لس مش عارف ايه, لا انت تقول له يا باشا اعمل لي باب بين الامر ال اس الرمز بتاع بيب رمزه كده اللي هو الالف الواقف ده تمام, بين اللس وبين ال اس وبين اللس. فهو انت اوريدي هيروح يقرا اللس اللي هي ال اس, هيقول له ده في ليست فيمررها لطول اللس فتعرض لك واحد واحد تمام. زي ال اس كوماند سيرفيس از ذا بروديوسر, هنا بالنسبه لنا ده كان هو راجل منتج فطلع لي اوتبوت, والاوتبوت هيخش على اللس كانه انبوت فده بين المستهلك كونسيومر تمام. تمام تعال نكمل. هنا بقى يخش على العلاقه بتاعه التواصل بين الكلاينت وسيرفر. هيكلمك اول حاجه عن السوكت. قبل ما نبدا في السوكت انا عايز افكرك, دي كانت موجوده عندنا في ماده النتورك السنه اللي فاتت. لو تفتكر معايا السوكت كانت عباره عن ايه, كان ده عباره عندك عن المنفذ او الحاجه اللي كانت موجوده عندك في الكيسه بتاعتك تمام. لو تفتكر كان بيكون عندك من حاجتين, لو افتكرته يبقى انت راجل بتذاكر. ايه بيكون من اتنين, كان عندنا بيكون من اي بي ادرس, وكان بيكون عندنا من تاني افتكر كده من بورت نمبر. الله ينور عليك تمام. هنتكلم بقى عن السوكت دي, وبعد كده هنتكلم على ريموت بروديوسر كولز تمام. هنتكلم عن السوكت الاول. بيقول لك السوكت بتاعتنا بيقول لك عباره عن زوج من البروسيس كوميونيكيشن اوفر نتورك, كانهم يعني عمليتين بيتواصلوا عن طريق النتورك, يعني عمليه موجوده في الجهاز والثانيه موجوده في جهاز ثاني. اوف سوكت ماشي, امبلويز ابير اوف سوكت, بيكون عندي طبعا زوج من السوكت, يعني العمليه دي بقى لها سوكت والعمليه الثانيه بقى لها سوكت تمام. وان فور ايتش بروسيس, كل بروسيس بقى لها سوكت خاص بيه. السوكت عندنا بيتعرف كانه اند بوينت فور كوميونيكيشن, كنقطه النهايه للاتصال تمام. سوبي كان عندنا نيم اي بي ادريس وبورت نمبر قلنا قبل كده تمام. بقول لك طبعا بالنسبه للبورت نمبر لازم يبقى اكبر من 1024 تمام. شايف هنا البورت نمبر مثلا العمليه دي يبقى 1625 لو هي جهاز كمبيوتر, لو هي جهاز يبقى 1600 يبقى فول 1024. طب لو هي سيرفر لا عادي اي رقم عادي تمام. فانا اقول لك جميع بقى الارقام اللي تحت 1024 بيبقى ليها حاجات مخصصه ليها تمام. ار ويل ون ويل نون اند ار يوزد تو امبلمنت ستاندرد سيرفيس. يعني انا فوق 1024 بيبقى بالنسبه لي ده البورت بتاعي خلاص بستخدمه للحوار بتاع السوكت. لكن لو تحت ال 24 بيبقى ليه سيرفيسز او ليه مهام خاصه بيه هو ماشي, بتبقى معرفه ليه خاصه بيه هو. بقول لك على سبيل المثال السوكت ده شايف ده عباره عندك عن الاي بي ادرس اهو, واخر حاجه البورت نمبر. بقول لك البورت بتاعي كام, 1625 اون هوست اللي هو الهوست بتاعي يبقى الرقم ده اللي هو الاي بي يعني 161.25.19.8 تمام. يبقى ده بالنسبه للاي بي ادرس, وده بالنسبه لي اللي هو الرقم بتاع البورت نمبر.
تمام. الكوميونيكيشن بيتكون عندي من زوجين، زوج من السوكت. فانا بقول لك ايه، بقول التواصل عندي بيتكون عندي من زوج من السوكت. ليه؟ لان العمليه بتبعت بيبقى ليها سوكت خاص بيها، والتستقبل بيبقى ليها سوكت خاص بيها، فده معناه ان هو زوج يعني فردين يعني. تمام. بقول لك في العموم ان جنرال السوكت بتاعتنا بيتم استخدامها في الاركتشر بتاعي بتاع كلاينت وسيرفر. تمام. السيرفر بتاعنا بيقول لك بينتظر انكمنج، ده يعني الكلاينت بيبعت للسيرفر. تمام. فالسيرفر بينتظر، يبقى السيرفر ايه، بينتظر لحد ما الكلاينت يبعت له طلب ريكوست. تمام. باي ليسنج تو سبيسيفيك بورت، يعني بالنسبه لنا السيرفر ده بيقعد يستمع للبورت ده، يعني بيعمل ليسنج للبورت اللي عنده. هل وصلك يا ابني رسائل؟ لسه ما وصلنيش رسائل. بيقعد يستمع كده، وصلك يا ابني حاجه من الكلاينت؟ لسه ما وصلنيش. توصل وخلاص بينفذ بقى. بقول لك مجرد ما الريكوست از ريسيفد يستقبله، السيرفر بقى بيأكسبت كونكشن فروم ذا كلاينت سوكيت تو كومبليت ذا كونكشن. بيوافق على الاكسبت بقى، بيعمل اكسبت للطلب اللي هو جاي له من الكلاينت عشان يبدأ ينفذوا الاتصال بينهم وبين بعض. على سبيل المثال اهو، بقول لك الكلاينت بتاعي هو الهوست اكس، ماشي الهوست اكس ده، والاي بي ادرس بتاعه الرقم ده اللي هو ده. تمام. 140.86.5.20. تمام. والبورت بتاعنا بتاع الهوست اكس كام؟ 1625. هيقول لك تحتنا 1625. تمام. طب السيرفر، السيرفر هنا الرقم بتاعه اهو 160.25.19.8، وبالنسبه لنا الرقم البورت كام؟ 80. اتفقنا خلاص، بما انه جهاز، بما انه كلاينت، فلازم البورت بتاعه يبقى اعلى من 1024. تمام. دي اتفقنا عليه. فانا ايه، لكن السيرفر اي رقم عادي. تمام. تمام. طبعا السيرفر بالنسبه لي ممكن يبقى ويب سيرفر عادي، يعني مش لازم سيرفر اللي هو المد انت عارفه، لا ممكن يبقى ويب سيرفر، ممكن يبقى اي حاجه. تمام. بقول لك ان كلاينت بروسيس انيشيت ريكوست، لما الهوست اكس بيطلب ان هو يبدا عمليه. تمام. لازم الرقم البورت بتاعه يبقى اكبر من 1024، فانا كده انا اقول كام؟ 1625. تمام. الاتصال بيتكون عندي من زوج من السوكت. طبعا السوكت الاولاني بيبقى عباره عن الاي بي ادرس الاولاني بتاع الهوست وبورت نمبر، وبتاع الثاني بتاع السيرفر بيبقى عباره عندي عن الاي بي ادرس مع البورت نمبر بتاع السيرفر. تمام. باكيتس بتنتقل عندي بين مين ومين؟ بين الهوست، وبتتسلم لي البروسيس اللي هي معتمده على الديستنيشن بورت نمبر. تمام. انا بالنسبه لي هنا في باكت بتتبعت من هنا لهنا. تمام. فهي معتمده على القناه بتاعه التوصيل بين الاثنين دول بينهم وبين بعض. تمام. وبتتسلم من هنا لهنا. تمام. بقول لك جميع الاتصالات لازم تبقى فريده، لو كونكشنز ماست بي يونيك. تمام. كل كونكشن لازم يبقى يونيك عن الثاني، يبقى ليه رقم خاص بيه. ذير فور اف انذر بروسيس اولسو اون هوست اكس ويش تو استابليش انذر كونكشن وذ ذا سيم ويب سيرفر، ات وود بي اسايند ا بورت نمبر جريتر ذان 1424. يعني باختصار بقول لك ايه، بقول لك احنا عملنا هنا قناه اتصال عشان نوصل بين حاجه وحاجه. طب انا عايز اعمل عمليه ثانيه، ففتحت قناه ثانيه هيبقى ليها بورت نمبر غير ده، هيبقى ليها بورت نمبر لازم برضو اكبر من 1024 بس ما بيساويش 1625. فتحت قناه ثانيه بنفس الحاجتين هم لازم بورت نمبر يتغير، ماليش دعوه. تمام. تمام. بقول لك اهو نوت ايكوال تو 1625 ذيس انشور، ده بياكد لنا ان جميع الاتصالات لازم يبقى ليها يونيك بير اوف سوكيت. تمام. تمام. يبقى طب تقول لي ازاي يونيك نيم بير اوف سوكيت؟ ما اصلا السوكيت بيبقى عباره عندك عن الاي بي ومعاها البورت نمبر. طب البورت نمبر اختلف من قناه لقناه ثانيه، خلاص السوكيت بتاعها اختلف، انت في الفكره. تمام. تمام. لكن زي ما اتفقنا من نفس القناه، يعني نفس الحاجتين يعني نفس الكلاينت والسيرفر، لازم البورت يتغير. تمام. تمام. عشان تفتح بينهم قناتين اتصال. تعال نكمل. هنا بقول لك السوكت في لغه الجافا، بقول لك طبعا في عندنا ثلاث انواع من السوكت، التي سي بي واليو دي بي. لو فاكرهم السنه اللي فاتت، التي سي بي كنا عارفين ان انت لازم تفتح قناه اتصال بين الاثنين عشان الرساله تسلم، لكن اليو دي بي بيطوح وخلاص. تمام. وفي ثالث حاجه اسمها ايه، اسمها مالتي كاست سوكت. تمام. ده عندك الداتا بتاعتك ممكن تبعت لاكثر من ريسيفر في نفس الوقت. تمام. مالتيبل ريسيفر عشان اسالك عنها. طبعا ده هنا كود بتاع جافا، هنا زي ما كنا في اول مثلا ده هنا كود بالنسبه لمين، هنا لك الكود ده بالنسبه للسيرفر، فده الكود اللي مكتوب على السيرفر عندي اللي هو مثلا بيفتح اتصال وبعد كده بيعمل ليسننج لحد ما يبعت له يجي له طلب، فبعد كده يعمل اكسبت وبعد كده مش عارف يبدا بقى الاتصال ويعمل بقى اللي هو ايه اللي هو زي بيفتح له برنت رايت كده، بيقول له ايه اكتب يا باشا براحتك انا خلاص دلوقتي بقى سامعك اعمل اللي انت عايز تعمله، بعد ما بيخلص بيعمل له كلوز. تمام. ممكن بقى تمسك الكود بقى وتفصصه زي ما انت عايز. طب بالنسبه للراجل الريسيفر اللي هو الكلاينت سندر، معناته ان الكلاينت اللي هيبعت المفروض يبقى في عنده كود خاص بيه، فالمفروض على طول هو مش هيعمل ليسن، ده بيبعت. تمام. فيبعت على طول، فهنا بيعمل سوكت اهو، انشا سوكت وبعد كده بيبعت اللي هو جيت انبوت ستريم، وبعد كده بيعمل انبوت هنا الريدر. تمام. اللي هو بفر ريدر بين مش عارف ايه، وبيبعت الامر ليه اللي هو بقى بيبدا يكتب الامر بتاعته عشان يوصلها لمين، يوصلها للراجل اللي هو الريسيفر اللي هو السيرفر، فيبدا يكون قناه الاتصال بتاعته، وبعد كده بيعملوا ايه كلوز. تمام. انا طبعا اضطريت الكاتش عشان حصل ايرور في النص ولا حاجه. اوكي المحاضره خلصت، ده المحاضره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.